يا جدعان انا عملت مشكله كبيره يا جدعان، انا المفروض ان انا كنت في بنها ومسافر وسبت الشباك ده، والله كنت قافله، والله كنت قافله. المشكله ان انا جيت لقيته مفتوح، امي قاعده تقول لي والله العظيم لو جيت من غير ما تقفله هقتلك. المهم يعني ان انا سبت الشباك مفتوح، معرفش ازاي، والله كنت قافله يا عم. المهم ان الشقه كلها بقت تراب، يعني انا دخلت دلوقتي لقيت الشقه كده كنت بعوم في التراب جوه. انا مش عارف امي هتعمل مني شاي بلبن زي اللي كنت بشربه. ماما طب انت زعلانه مني ليه دلوقتي يا جدعان؟ طب انا شاهدكم يا جدعان، امي قالت لي بعد اذنك اقفل الشباك قبل ما تسافر، اصل انا كنت اخر مره هنا موجود من 3 4 شهور كده، قلت لها ان انا قفلت الشباك وجيت لقيته هو اللي مفتوح لوحده، والله اهو اعمل ايه؟ طيب بس بصوا ايه اللي حصل. هي كانت بتقول لي اقفله عشان ما تدخلش تراب. انا اسف والله العظيم، انا اسف والله العظيم يا ماما انا اسف. يا نهار اسود، الشقه بقت كلها تراب يا جدعان، كلها تراب. اكيد مش مني والله، يعني اكيد الشباك ده اصلا مش انا اللي فاتحه، والله العظيم يا ماما كنت هقفله بس مش عارف ايه اللي خلاني انسى والله. يا نهار الشقه ماتت يا جدعان. طب بص التراب ده، حتى ده يا نهار اسود. طب الشقه، طب التراب جه هنا ازاي بقى والشباك ده مقفول بقى؟ ردي عشان تعرف ان مش انا السبب. انا بعد ما اقفل الاستوري دي قسما بالله لا تقتلني انت، بس هي سايباني يا جدعان. شكرا لكل الناس اللي من بنها اللي كانت عايزه تشوفني وتساعدني في تروي البيت، بجد انا شفت الرسائل بتاعتكم كلكم، بس انا يعني هنضف البيت بس كده، امي ما عملتليش حاجه عادي يعني، انا بس هنضف البيت وهسافر على طول عشان ايه مستعجلين، فان شاء الله هنزل بنها تاني مخصوص واقول لكم قبلها عشان نتقابل كلنا كده وايه ونتصور ونعمل حاجه حلوه في بنها. فشكرا ليكم بجد على الرسائل دي، والحمد لله يعني نضفنا البيت ما حصلش اي حاجه. يا جدعان المهمة تمت بنجاح وظبطنا الدنيا خلاص، ما عادش في اي حاجة بايظة في البيت. دي افتر، ما فيش نقطة تراب، بس ما فيش سجادة في المكان، ما فيش سجادة في المكان، السجادة اللي عندنا كله السرق يا جدعان خلاص، بس لا عظم عظمة. فيش نقطة تراب في البيت كده، انا خلاص اتكتب لي يوم زيادة جديد عايش في البيت عندنا. بصوا دي الترابيزة اللي كانت مردومة تراب. خلاص يا باشا ده كان زمان، كان اهو يا باشا اهو، خلاص كده راضي عني يا امي، ردي عني يا امي هفكر. طب خلاص انا صلحت لك البتاع والراجل جه خد 18 سجاده يغسلها، هفكر لما ياخد البطاطين. وبعدين مين اللي فتح الشباك؟ وربنا ما انا عليا الطغرل الخمسه كنت انا اللي قافله. خلاص يا امه كل الشبابيك مفتوحه يا حسن.